استضافة مملكة البحرين المنتدى الإقليمي لتنمية الاتصالات للمنطقة العربية بتنظيم من وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات لمنطقة الدول العربية. ويأتي المنتدى كأحد أهم مسارات التعاون المشترك بين مملكة البحرين والاتحاد الدولي للاتصالات نحو تحقيق عدد من المبادرات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول العربية. تعزيزا لدور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كقطاع أساسي في عجلة التنمية الاقتصادية، انطلقت أعمال المنتدى الإقليمي لتنمية الاتصالات للمنطقة العربية والذي يبحث على مدار 3 أيام مواضيع حيوية ورئيسية في الطرق المثلى للتحول الرقمي ودوره في مواكبة التطورات المستقبلية المختلفة والمتسارعة. لا شك أن استضافة مملكة البحرين لهذا المنتدى الهام يأتي انطلاقاً من دعمها الحثيث حق الاتحاد الدولي للاتصالات، وأيضاً احنا نشوف أنها هي فرصة لتعريف المشاركين بما تم إنجازه في مملكة البحرين من خطوات كبيرة في الإعداد وتطوير البنية التحتية في قطاع الاتصالات، وأيضاً هناك كثير من قصص النجاح اللي أعتقد أن المنتدى هذا راح يكون فرصة لاستعراضها. لا شك أن المنتدى فرصة لتبادل الأفكار بين أصحاب المصلحة والمختصين في هذا المجال. هناك كثير من التحديات تواجهها المنطقة محتاجة يكون فيها من ذوي الخبرة والاختصاص بحيث يكون في تبادل الرؤى في هذا الموضوع. أهداف عدة وخطوات جادة وضعها المنتدى الذي يعقد في مملكة البحرين لأول مرة بجملة من المواضيع والتي سيتم تسليط الضوء من خلال جدول متكامل سيبحث أهم نتائج المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات وأهم المستجدات بخصوص المبادرات الإقليمية لمنطقة الدول العربية والتي اعتمدها المؤتمر. المنتدى هذا يقام سنويا على مستوى المنطقة العربية، وأهمية المنتدى يأتي في التعاون وتشكيل الاستراتيجيات للمرحلة القادمة أو للسنة القادمة لأعمال الاتحاد الدولي للاتصالات تحديدا في المنطقة نفسها. كمنتدى تنمية الاتحاد الدولي للاتصالات يقوم بست منتديات التنمية لكل الأقاليم الستة اللي تمثل الاتحاد، ومن بينها طبعا الإقليم العربي واللي احنا اجتمعنا فيه في مملكة البحرين إن شاء الله. المنتدى الإقليمي في المنطقة العربية حياتي فرصة لكل الأطراف الفاعلة على المستوى الخبراء والدول والحكومات للنظر وتدارس التحديات، كيفية التغلب على الفجوة الرقمية والتقدم في هذا المجال، وسيخدم ليس فقط المنطقة العربية بل سيكون مثالا قد يعني يستأنس به والاستفادة منه في مناطق أخرى من العالم. كما تم خلال المنتدى عقد جلسة خاصة لشبكة المرأة في المنطقة العربية والتي قدمت نماذج متنوعة وملهمة من عمل الاتحاد الدولي للاتصالات، بالإضافة إلى تهيئة فرص النساء في قطاع الاتصالات للتواصل معا وتبادل الخبرات. هذا المنتدى يعد فرصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات والفرص التي تواجه قطاع الاتصالات في المنطقة لإيجاد كافة السبل التي من شأنها أن تساهم في دعم هذا القطاع وتطويره ليكون قادراً على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. خلال القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.